هذه الحملة ذات الطابع الوطني، يعني يتداخل فيها جميع قطاعات، منها قطاع الأشغال العمومية ومؤسسات ذات الطابع الولائي، مؤسسة الردم التقني بالولاية، مؤسسة نظيف، وأيضا فعاليات المجتمع المدني من الكشافة الإسلامية واللجان الأحياء والتنامي بطبيعة الحال، اللي هما يعني هما المعنيين بهذه العملية تهيئة وتحضيرا للدخول المدرسي 2022-2023. مساهمة من قطاع البيئة تنظم هذه الحملة الوطنية رفقة مديرية التربية وفعاليات المجتمع المدني. قمنا بتسخير جميع الإمكانيات البدية المادية والبشرية المتمثلة في الشاحنات وأعوان البلدية من أجل رفع الوعي والثقافة لدى المواطن. كانت لنا مساهمة في إعطاء مجموعة من مواد التنظيف وشتلات التشجير، والهدفنا احنا هو دخول مدرسي بيئة سليمة.